ما معنى الإيمان؟ ولا واحد، ولا أبو بكر ولا عمر ولا أنا ولا أنت، ولا واحد أصلاً آمن به برسول الله، بما أتى به رسول الله، لأنه رأى وأحس ولمس كل ما أتى به الرسول. ما في منه الكلام هذا، ولا ما صحيح؟ ولا أبو بكر شاف الجنة والنار برضو، والله عرج بين السماوات السبع، ولا علي ولا فلان مستحيل، هذا الكلام هذا منه، هذا خصيصة لمحمد. إسراء ومعراج وأتي جبريل وشافه بخمسمائة جناح وكذا، هذا الرسول مش إحنا. عشان هيك هو كان شيء مختلف تماماً صلى الله عليه وآله وسلم تسليماً كثيراً. لكن إيش المعقول في القصة هذه كلها؟ أنا بقول لك إن إحنا شفنا في الرجل هذا محمد دلائل أثبتت أنه رسول من عند الله، شافوها الناس يا عمي، لمسوها لمس الإيد، إحنا كمان نلمسها الآن. مش إنه كل شيء أتى به شفنا دلائله وحسنا، لا مش صحيح، هذا معنى الإيمان. لكن إحنا تأكد لنا أنه إيش؟ هذا الإنسان رسول من عند الله. عارف زي إيش؟ وإلى المثل الأعلى، كما يتأكد لك أنه فلان أبدع وأذكى وأحذق طبيب الآن في البلد كلها أو حتى في العالم، يا سيدي طبيب إيه؟ قلبه أوعد ومي وكذا مثلا، كارديولوجي أحسن واحد في العالم، عاجب الأستاذ زياد كويس. فأنت بتيجي اقتنع بالشيء هذا، ثبت لك، ثبت لك أنه كذا، بتسلم نفسك إلو فهمت ولا ما فهمتش ولا صحيح؟ حاقل لك شريان، أحط لك شريان، أحمل لك إيه؟ أكي كذا، ما رح تناقش عندك قضية. هذه إيش؟ إيمان. أقول أنا فهمت ليش، ولا أنت فاهم حاجة صح ولا؟ بس أنت آمنت بشيء معقول تآمن به، إنه إيش؟ إنه هذا أحذق طبيب، الشهادات موجودة العالم كله بتحدث عنه، أنت هنا سلم حالك له. فالقضية كلها فقط أنك تآمن بالنبي هذا، هل هو نبي حقا؟ هل قام لديك من الدلائل؟ وعلى فكرة هذه مسألة سهلة، إثباتها سهل مش كثير صعب يعني، سهل جدا بفضل الله وميسورة، إنه نبي ورسول والله ثبت. إن ثبت بعد ذلك ألقي إليه مقادتك، كل ما أتاك عن طريقه طبعا ثبت، مش تجيب لي حديث موضوع أو حديث أحاد وكلام فارغ وشيعة وسنة، قرآن كريم، قرآن أهم شيء وحديث متواترة، ثبت ثبت يعني بالقطع أنه قاله أو عمله كذا، انتهينا نسلم مقادتنا إليه. أجل العلم أثبتها، وقال لك إعجاز علمي بقى. ما كويس أهلا وسهلا، زدنا معلومة. ما أثبتهاش يجعله ما يثبتها، شو يشتغلنا فيه؟ هذه قضية إيمان، هذا معنى الإيمان. فإياك تخلطه وتطلب للإيمان إيش يكون؟ ماذا يكون؟ مرهونا بالعلم قال، والحقائق التجريبية، وإثبات كل شيء حسيا. يا أخي أنت ملحد، معناها أنت سن مادي صح ولا؟ وين إيمانك؟ الإيمان مش هيك طريقه، مش هذا سبيله، ليس هذا سبيل الإيمان صح ولا؟ أنت ولا بتزيد حاجة عن أي واحد مادي حسي عادي، مزبوط ولا؟ أنت هنا، هذه قضية مهمة إيه نذكرها.